السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن علبه الفيوزات في الفولكس اي دي 4 واي دي 6. علبه الفيوزات مهمه جدا تبقى فاهمها يا باشمهندس، مهم جدا. فانت لو بصينا على علبه الفيوزات اللي قدامنا دي في الشكل، هنلاقي في عندي فيوز 5 مكتوب عليه اف 5، اف اختصارت كلمه فيوز، فيوز رقم 5 ده خاص بالاضاءه الخارجيه، تمام، اليسرى شمال ليفت اكستيريور لايتنج، يبقى اضاءه خارجيه شمال، هتلاقي مكتوب لك فيوز اف 5. المهم ان انت تشوف في اليوزر مانيوال الخاص بالسياره بتاعتك الاضاءه الخارجيه، تمام، رقم الفيوز الخاص بيها كام. في عندك الاضاءه الداخليه اللي هي الانتيريور لايتنج اف 6. طيب تدفئه المقاعد اللي احنا بنسميها سيت هيتنج دي اف 7. طيب الستاره اللي موجوده في ستاره الشمس في السقف، تمام، الزجاجي، تمام، لو عطلت الستاره دي اروح لفيوز اف 8 اللي هي سن بلايند ان جلاس روف، ستاره الشمس في السقف الزجاجي على فيوز اف 8. في عندي فيوز اف 13 ده اف المركزي او بنسميه سنتر لوك، لو السنتر لوك حصل فيه مشكلة روح لفيوز رقم 13. طيب التليفون اللي هو الهاتف روح لفيوز رقم 20، فيوز رقم 20 مسؤول عن التليفون. طيب اجزاء لنظام المعلومات والترفيه، المعلومات الداتا اللي موجودة على الشاشات والكلام ده والترفيه حصل فيها، تمام، مشاكل روح لفيوز رقم 30 اللي هي parts of the infotainment system او الانترتينمنت سيستم، تمام. طيب الإضاءة الخارجية، احنا قلنا الإضاءة الخارجية اليسرى F5، الإضاءة الخارجية اليمنى F32 اللي هي Right Exterior Lighting، تمام. البلاور ريجوليتور أو منظم المنفاخ ده على فيوز رقم 36، إنذار السرقة يا أخوانا على فيوز رقم 40، Anti Thief Alarm، تمام. في عندك بعد كده فيوز رقم 43 ده مهم جدا، لان ده الفيوز الخاص بلوحة التحكم في نظام تكييف الهواء ونظام التدفئة، تمام، والهواء النقي ومرحل تسخين النافذة الخلفية اللي احنا بنسميه Air Conditioning System Control Panel or Heating and Fresh Air System والRear Window Heating Relay اللي هو فيوز رقم 43. فيوز رقم 43 ده خاص بلوحة التحكم في نظام التكييف. فيوز 44 ده خاص بمفتاح الإضاءة اللي هو شعاع منخفض أو مستشعر المطر والضوء والإضاءة الخلفية. يبقى لو أنت حصل عندك مشكلة في مستشعر المطر أو في الإضاءة الخلفية أو في مفتاح الضوء بصفة عامة، يعني عندك فيوز 46 ديسبلاي، تمام، وانفوتينمنت سيستم كنترول بانل لوحه ترفيه كلها في 46. ولعت السجاير والنوافذ، تمام، اللي هي سيجاريت لايتر والسوكتس، تمام، كلها في فيوز 52. المساحه الخلفيه الرير ويندو ويبر اللي هي مساحه النافذه الخلفيه في فيوز رقم 66. في عندك فيوز 67 تسخين النافذة الخلفية اللي بيستخدم فيه تسخين النافذة الخلفية او بيسموه رير ويندو هيتنج. طب وحدة التحكم في تسخين النافذة الخلفية للكشف عن المقطورة، تمام، يسار على فيوز رقم 3 اللي هي الرير ويندو هيتنج كنترول يونت فور تريلز ديتكشن، ويسار ليفت، تمام، وحدة تحكم للكشف عن المقطورة الكنترول يونت فور تريلز ديتكشن اللي هو F11، وحدة تحكم، تمام، للكشف عن المقطورة برضو F29، يبقى كنترول يونت فور تريلز ديتكشن الديتكشن يا اخوانا، تمام، على فيوز 11 وفيوز 29، والكشف عن اليمين في فيوز 31. المساحات الأمامية، تمام، يمين على فيوز 7 والمساحات الأمامية، تمام، يسار على فيوز 10. الهورن على فيوز 9 وده مهم جدا،
نظام مكيف الهواء الاير كونديشن سيستم على فيوز 11، ولازم نبدأ نبص على علبة الفيوزات واحدة واحدة ونبقى عارفين كل فيوز مسؤول عن ايه، وعلبة فيوزات الفولكس الكهرباء مهمة جدا بالنسبة لنا في الصيانة، لان في حاجات كتيرة جدا ممكن تلاقيها عطلت والسبب في الفيوز. فانت لازم تجيب علبة الفيوزات وتشوف الفيوز ده مسؤول عن ايه، ولو حصل عندك عطل تبقى انت عارف كل فيوز مسؤول عن ايه. يعني واحد يقول لك والله الولاعة بتاعت السجاير مش شغالة، انت مش هتحفظ، هتجيب المانيوال تمام وتشوف ولاعة السجاير على فيوز 52، وقبل ما تروح لحد يصلح لك الدايرة ولا يعمل لك اي صيانة شوف الفيوز، غير الفيوز بقيمة زي القيمة اللي موجودة في السيارة الاصلية، ممكن تلاقي الدنيا اشتغلت تمام، ممكن تلاقي الستاير حصل فيها مشكلة مش شغالة، ممكن تلاقي التكييف، ممكن تلاقي واحد يقول لك مستشعر المطر. يا باش مهندس، كانت السيارة لو في مطر بتشغل مساحات وفي مستشعر مطر مش شغال، لا روح لفيوز 44 تمام. فانت بتلاقي الهورن مثلا، انا بدي هورن ومفيش صوت، عندك فيوز رقم 9 تمام. الاضاءة الداخلية مثلا مفيش اضاءة داخلية، روح على فيوز رقم 6. يبقى حسب فيوز بوكس، حسب الموديل بتاع السيارة والرسمة اللي قدامي في علبة الفيوزات. ده طبعا في السيارة الفولكس الاي دي، واشوفكم في فيديوهات تانية عن السيارات الكهربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.